السلام عليكم. تعال النهاردة نتكلم شوية عن تكاليف المعيشة في مدينة زي فانكوفر، وهل فعلا الحياة فيها غالية زي ما معروف عنها، ولا الموضوع في الآخر نسبة وتناسب، يعني معيشة غالية وفي المقابل مرتبات عالية، ويا ترى محتاج مرتب كام في الشهر عشان تقدر تعيش حياة كريمة انت وأسرتك. المواضيع اللي هنغطيها في الفيديو النهاردة هي تكاليف السكن، مصاريف الأكل والشرب، وازاي تقدر توفر شويه في مصاريف اكلك وشربك، المواصلات سواء كانت مواصلات عامه او معاك عربيه، الاتصالات موبايل وانترنت، وناخد فكره عن اسعار الملابس، واخر حاجه نتكلم شويه عن الترفيه. قبل ما نبدا خلينا نتفق على حاجتين. اول حاجه، كل الاسعار اللي هنتكلم فيها النهارده ممكن تزيد او تقل شويه بناء على اختياراتك او اللايف ستايل بتاعك. الحاجه الثانيه، الفيديو ده هيدي لك صوره عامه كده عن تكاليف المعيشه هنا، لكن ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه ممكن نبقى نمسك كل حاجه ونتكلم عنها بالتفصيل. الممل، يلا بينا نبدا. اول حاجه تكاليف السكن. طبعا اسعار الايجارات هنا في مدينه زي فانكوفر هي عاليه شويه، وده ليه سبب، بس خلينا نتكلم عنه في وقت تاني. لو انت عايز تسكن في فانكوفر فاعمل حسابك ان ايجار الشقه الاوضه وصاله في الشهر اقل حاجه 2000 دولار، وهنا في تركايه هقولك عليها دلوقتي بس خليك معايا. طبعا ممكن تلاقي شقق اغلى من 2000 دولار، ممكن يوصل 2400 دولار مثلا، ده الشقه الاوضه وصاله. لو دورت بعيد شويه عن فانكوفر ممكن تلاقي اسعار اقل من كده، زي مثلا بيرنابي، سيري او ريتشموند. ممكن برضو تلاقي في الاماكن دي ب 2000 دولار في الشهر للاوضه والصاله، وهنا التركيه اللي انا عايز اقولك عليها. يعني ممكن تلاقي شقه ب 2000 دولار في فانكوفر وتلاقي شقه ب 2000 دولار في بيرنابي. الفرق بيكون في المساحه، وده حصل معايا شخصيا. شفت شقه ب 2000 دولار في فانكوفر ولقيتها 490 فيت سكوير، ولما خدت الشقه اللي انا قاعد فيها كانت ب 2000 دولار وكانت مساحتها 790 فيت سكوير. يعني الشقه دي لو كانت في فانكوفر كانت ممكن تتقفل اوضتين وتتاجر على انها اوضتين وصاله. فخلي بالك كويس جدا من المساحه وانت بتدور على الشقه. الايجار عاده بيكون شامل كل حاجه ما عدا الكهرباء، واللي ممكن تكلفك في حدود من 25 ل 35 دولار في الشهر، طبعا على حسب استخدامك. وفي شقق تانية ممكن تكون مش شاملة أي حاجة، وفي شقق تانية ممكن تكون شاملة كل حاجة حتى الإنترنت داخل فيها كمان. لكن في النهاية بتلاقي الموضوع كله نسبة وتناسب، يعني كله نفس الرينج تقريبا. الخلاصة، شقة أوضة وصالة اعمل حسابك من 1800 دولار ل 2200 دولار، شقة أوضتين وصالة ممكن من 2400 ل 2800، وأحيانا كمان ممكن تبقى أزيد من كده. شقة تلت أوض وصالة يعني طب خيالك بقى، هو تقريبا اكتر من 3000 دولار. انا ما سالتش الصراحه ومفكرتش اللي انا اسال، بس هي غالبا اكتر من 3000 دولار. ندخل على الحاجه الثانيه وهي اسعار الاكل والشرب. مصاريف الاكل والشرب لاسره مكونه من 4 افراد، مثلا اب وام وطفلين، ممكن حوالي من 900 دولار ل 1300 دولار. وان كان في الفتره اللي احنا فيها انا ميال اكتر لناحيه ال 1300 دولار بسبب طبعا ارتفاع الاسعار. وطبعا زي ما اتفقنا ان كل ده راجع لحساباتك واختياراتك انت الشخصيه، بس بشكل عام المصاريف اللي بنتكلم فيها دي لو انت متعود بشكل اساسي انت واسرتك ان انتوا بتاكلوا في البيت او بتعملوا اكل في البيت بشكل كبير، يعني ممكن اكل بره شويه من مطاعم او حاجه، بس ده مش هيكون بنسبه كبيره. فبنلعب في رينج ال 1300 دولار، ممكن تزيد حاجه بسيطه او تقل حاجه بسيطه. الحقيقه من المميزات هنا ان دايما بتلاقي عروض في معظم السوبر ماركتس، يعني الكبيره بالاخص، والعروض هنا بتكون فعلا حقيقيه، يعني ممكن تلاقي توفير حقيقي. ممكن تلاقي في الشهر مثلا كله لو انت متابع العروض ومركز معاها ممكن تلاقي نفسك وفرت مثلا حوالي 200-300 دولار مثلا. ولما نقول 200-300 دولار، ده مش رقم قليل، ده رقم كبير. طيب ازاي بقى اعرف العروض دي، او ازاي اوفر، يعني ايه اعرف الاماكن اللي هي عليها تعمل عروض دي ازاي؟ انا عن نفسي بعرف الاماكن دي عن طريق مصدرين. المصدر الاولاني بيجي لي عن طريق البريد، يعني بيجي لي الفلايرز بتاعه السوبر ماركتس الكبيره، فيها بقى كل الحاجات بتاعتهم، ولو في عروض كمان او في اي حاجه بتكون موجوده في الفلايرز دي. المصدر الثاني هو ابلكيشن اسمه فليب تقريبا، ده موجود فيه كل السوبر ماركتس، كل المحلات، كل الحاجات اللي موجوده تقدر تدخل عليها وتقدر تشوف العروض النهارده مثلا عامله ازاي. وساعات هو بيجيب لك نوتيفيكيشنز بيقول لك شوف المكان الفلاني في عروض النهارده كذا. بالنسبه لنا اكتر مكان لقيت فيه تخفيضات، يعني او لقيت الاسعار فيه كويسه بشكل عام، خضار بقى، الفاكهه، المكرونات، كل الحاجات اللي هي بتاعه الاكل دي ما عدا اللحوم، المكان ده اسمه سوبر ستور. بالنسبه بقى للحوم الحلال في مكان اسمه السلام، ده اللي بنشتري منه على طول اللحمه، عشان طبعا اللحمه هناك كلها حلال. ده بشكل عام انت قد ايه تقدر تصرف على الاكل في خلال الشهر لو انت اسره مكونه من 4. تعالوا بعد كده ندخل على
الحاجة التالتة وهي المواصلات. خلينا نبتدي الأول بالمواصلات العامة. المواصلات العامة هنا هي الباص، الأوتوبيسات، والسي باص، والسكاي ترين اللي هو المترو، والويست كوست إكسبرس ده اللي هو قطر كده يعني، بس بيغطي مساحة كبيرة جدا يعني، واخد البلد من شرقها لغربها. شبكة المواصلات هنا متقسمة لزونز، يعني مناطق، بحيث لو انت شغال وساكن في منطقة معينة ما تضطرش اللي انت تدفع مصاريف كتير على المواصلات. الزونز هنا يعني فكرتها زي مصر مثلا المترو، انت بتركب مثلا المترو بيقولك اول كم محطة مش عارف بقد كده، بعد كده التذكرة بتكون اغلى، بس هنا الموضوع ده متطبق على المواصلات العامة كلها. تعال نتكلم عن الاسعار. في عوامل كتيرة بتحدد سعر التذكرة، زي ايه مثلا؟ زي السن، المناطق، نوع الاشتراك، الوقت اللي هتركب فيه في اليوم، وكمان طريقة الدفع. زي ما اتفقنا هناخد فكرة عامة بس كده عن أسعار المواصلات، وإن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو بتاع شبكة المواصلات. تعال نتكلم على أول حاجة وهي التذكرة ذهاب بس، ودي بتكون صالحة لمدة ساعة ونص، وتقدر تركب بيها الباص والسي باص والسكاي ترين. سعر التذكرة بيختلف على حسب المناطق اللي انت هتتحرك فيها، يعني مثلا لو انت هتتحرك في منطقة واحدة سعر التذكرة هيكون 3 دولار و10 سنت، لو هتتحرك في منطقتين سعر التذكرة هيكون 4 دولار و45 سنت، ولو هتعدي على 3 مناطق سعر التذكرة هيكون 6 دولار و45 سنت. النوع التاني من التذاكر هو الداي باس، دي تذكرة بتدي لك إمكانية اللي انت تقدر تركب بيها باص، سي باص، أو سكاي ترين طول اليوم unlimited، تعدي على كل المناطق مفيش مشكلة، سعر التذكرة دي بيكون 11 دولار. بعد كده عندك الاشتراك الشهري، لو هتتحرك في منطقة واحدة فالاشتراك الشهري هيكون 102.55 سنت، لو منطقتين 137 دولار و10 سنت، لو هتحتاج ان انت تتحرك في الثلاث مناطق فالاشتراك الشهري هيكون 185.30 سنت. نيجي بعد كده على القطر الويست كوست اكسبريس، وده زي ما قلنا مغطي البلد من شرقها لغربها، وده فيه اختيارات كتير في سعر التذكرة والمواعيد، وهنتكلم عنه برضه بالتفصيل ان شاء الله في فيديو المواصلات. ده بالنسبة للمواصلات العامة. لو انت بقى معاك عربية، يا ترى مصاريفك هتتكلف كام في الشهر؟ التأمين الشهري هنا انا بدفع 230 دولار في الشهر. عندك الباركينج انا بدفع 75 دولار في الشهر. ممكن تلاقي اماكن ارخص من كده، وممكن تلاقي طبعا اماكن اغلى من كده. البنزين طبعا سعره متغير، وكمان ممكن تلاقيه متغير من بنزينة لبنزينة تانية كمان، بس في الاخر بتلاقي الدنيا كلها قريبة من بعض. فئات البنزين هنا في 87، في 89، في 91، وفي 95. انا عن نفسي بحط 91، واللي هو نقول مثلا سعر اللتر تقريبا ممكن دولار 85 مثلا المتوسط، لان زي ما قلت لكم هو بيزيد وبيقل، وفي الشهر ممكن من 75 ل 100 دولار مثلا في الشهر، ده لان انا شغال من البيت. يعني المصاريف اللي بتدفعها لو انت مثلا بتمتلك عربيه ممكن مثلا تخش لها في حدود 400 دولار في الشهر، وزي ما قلت ده ممكن يبقى ازيد من كده لو انت بتروح وبتيجي بالعربيه شغلك يعني، او بتتحرك بالعربيه بشكل كبير. تعالوا بعد كده نتكلم عن وسائل الاتصالات. تعال نبدأ بالإنترنت. أنا بدفع تقريبا 89 دولار في الشهر. السرعة بتاعت الإنترنت up to 500 ميجا، وطبعا unlimited. ممكن برضو تلاقي فيه عروض أحسن من كده، يعني ده مش أحسن عرض، ممكن تلاقي حاجة بنفس السعر بس سرعة أعلى مثلا. بالنسبة للموبايل أنا بدفع 59 دولار في الشهر، مكالمات غير محدودة لأي مكان طالما داخل كندا، المكالمات الدولية بس هي اللي بتدفع عليها فلوس، الرسائل النصية مجانا لأي مكان في العالم، بالإضافة كمان إن هو بيديلك باكت نت، أنا باكت النت اللي معايا 11 جيجا. تعال نتكلم بشكل سريع كده عن الهدوم بقى، مصاريف الهدوم. الميزة الجامدة هنا إن في ملابس بتبقى رخيصة فعلا، يعني أنت ممكن تدخل مثلا تلاقي تيشيرت حلو جدا تلاقيه مثلا ب 20 دولار او ب 12 دولار او ب 15 دولار، وبالنسبه للبراندات فالاسعار هنا الصراحه اسعار حلوه جدا، يعني اسعار حلوه يعني، طبعا مش حلوه مش رخيصه يعني، ستيل برضو غاليه وكل حاجه، بس مقارنه يعني بالاسعار عندنا في مصر لا، الاسعار للبراندات هنا طبعا حلوه، خصوصا كمان بقى لو بتروح الاوتليتس. الملابس بتاعه الاطفال عادة بتكون اسعارها كويسه. الملابس طبعا مش هنقول في الشهر بتدفع كذا، لان انت يعني ما اعتقدش ان في حد بيشتري هدوم كل شهر يعني. الهدوم بتاعه الشتاء هي اللي ممكن تكون مكلفه شويه احيانا، يعني مثلا هنا في مقاطعه بريتش كولومبيا انا بصراحه مش حاسس ان هدوم الشتاء هنا يعني ليها لازمه قوي زي مثلا ما كنت في مونتريال. في مونتريال كان في يونيفورم كده لازم بتجيبه، الجزمه بتاعه التلج، البنطلون مش عارف تلبس تحتيه ايه، الجاكيت لازم يكون
يتحمل درجة حرارة معينة. فده كده نظرة يعني سريعة عن موضوع الملابس. تعالوا ندخل في آخر حاجة وهي المحببة إلى قلبي وهي الترفيه. انت عندك هنا أماكن كتير جدا ممكن تقدر تروحها ببلاش من غير أي فلوس خالص، مثلا جناين، في متاحف برضو أحيانا بتكون مجانا. عايز بقى تدخل في ليفل أعلى شوية تبتدي تعمل مثلا هايكس أو تطلع بقى الجبال أو الكلام من ده، في أماكن مؤهلة للأطفال يعني ما تبقاش متعبة للأطفال. وطبعا أنت عايش في قلب الطبيعة، الموضوع أكبر من إن هو مناظر طبيعية أو حاجة بتهدي الأعصاب، لا الموضوع أكبر من كده كتير بصراحة، هنتكلم عنه بعدين يعني في الموضوع ده تحديدا. عاوز بقى تعلى بقى بالموضوع اكتر من كده وتاخد بقى الموضوع لليفل بقى المغامرات وكده، فانت عندك بقى الغابات والجبال، اطلع اعمل هايكس، اطلع على قمم الجبال، روح اعمل كامبينج. تجارب حقيقي حقيقي غيرت فيها كتير جدا جدا. ولو مهتمين يعني بتعرفوا اكتر عن الموضوع ده، انا عملت كام فيديو كده بس على قناة تانية، على قناة تانية بتاعتي يعني، صورت فيها الاماكن اللي احنا رحناها وعملنا كامبينج وهايكينج، هسيب لكم اللينك بقى هنا كده، ممكن تبقوا تشوفوا الفيديو من الفيديوهات دي وقولوا رأيكم يعني. الهايكس طبعا في حد ذاتها الجبال والكلام ده كله مجانا، بتدفعش برضو عليه فلوس، في اماكن بتحتاج تدفع عليها فلوس. التخييم بقى ده اللي بتدفع عليه فلوس، وان كان برضو الفلوس مش كتيرة يعني، تلاقي مثلا ممكن تدفع على اليومين تقريبا، كنت بدفع على اليومين مثلا روح ابات يومين او حاجة ادفع $50 $40 حاجة زي كده، مش رقم كبير جدا يعني. فدي بقى من التجارب فعلا يعني لا تنسى. فوسائل الترفيه هنا في مقاطعة بريتش كولومبيا الموضوع في حتة تانية خالص، وان كان انا لسه ما اكتشفتش كل حاجة، ما روحتش كل الاماكن، ما جربتش كل حاجة، فالحياة هنا صراحة من ناحية وسائل الترفيه ممتعة. طيب دي تقريبا المصاريف الأساسية اللي انت ممكن تكون محتاجها في خلال الشهر، يعني تقريبا في الآخر ممكن توصل $4,000 مثلا في الشهر المتوسط، ممكن يقل شوية، ممكن طبعا يزيد يوصل ل4.5 على حسب انت بتختار ايه. هل بقى في مرتبات تقدر تغطي لك كل المصاريف بتاعتك دي؟ في الحقيقة في مرتبات بتغطي المصاريف دي ويمكن اكتر شويتين ثلاثة كمان، وفي مرتبات ما بتدخلكش صافي المبلغ ده طبعا في الشهر، وفي الحالة دي يا اما انت بتضطر انت تشوف شغلانة تانية عشان تقدر تزبط امورك وتزبط حياتك انت واسرتك، يا اما يكون الفردين بيشتغلوا يعني الزوج والزوجة بيشتغلوا بحيث ان هم يقدروا يغطوا مصاريف المعيشة يعني. هل ده كل حاجة؟ في الحقيقة ده مش كل حاجة، ده نص الكلام، لان في مصاريف تانية، انت في فلوس تانية بتجيلك اساسا وبتقلل طبعا عليك المصاريف دي يعني، انت ممكن بتحتاجش المبلغ ده كله، بس ده موضوع تاني خلينا نتكلم فيه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ممكن نتكلم في الفيديو اللي جاي عن المرتبات وعن المصادر التانية اللي بتجيلك في الفلوس. بس لو انت بتتفرج لحد دلوقتي بجد اشكرك يعني، انت تحملت الرغي ده كله، ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.